الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وأنا الكاهن الذي أذبحك
وأقطعك وأحرقك يا ولدي. أخذتك منها خفية وتنتظر أن تراك بعد الغيبة وهي الآن تتقلب على جمر من النار وتفتح يدها وذراعيها لتضمك إلى صدرها الحنون. ولما تراني آتيا وحدي بدوني فكيف يكون حالها يا ربي؟ وماذا يقول الناس عني في مستقبل الأيام؟ بلا قلب لأني تجاسرت وذبحت ابني. يا ليتك يا ولدي مت موتا طبيعيا ولم تتلطخ يداي بدمك وأنا في سن الشيخوخة. وماذا ينفع الوعد القائل إن في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض؟ وكيف إذا سألني ابني إلى أين أنت ذاهب يا بي؟ أو أين الخروف الذي نقدمه للمحرقة؟ فماذا